ايام فرع الجليندر سكول اوف هوم. طبعا النهارده هنعرض لكم موديلات الجليندر تاني بشكل واضح، يعني نوريكم الباركود بتاعها والسيريال نمبر، عشان طبعا اي حد بيشتري مراتب او رايح يشتري مراتب هو عارف شكل المركبه بشكل كويس وما حدش يضحك عليه، ويكون عارف يعني ايه باركود ويعني ايه سيريال نمبر، ونوريكم الموديل بشكل واضح، شكل القماش، شكل المكتبه. ده طبعا يا جماعه فرع الجليندر، فرع المنوفيه، فرع سكول اوف هوم. الوكيل طبعا المعتمد الوحيد في المنوفيه هنا من امام فرع الجليندر سكول اوف هوم. هنصور لكم طبعا شكل كل الموديلات بتاع شركه الجليندر وكل المقاسات بتاعتها وموديلاتها بالباركود بتاعها، عشان تعرفوا كل حاجه وتبقوا شايفين كل حاجه على الطبيعه، عشان خاطر محدش يندهك عليه في الموديل او في المكتبه. فتابعوا معانا وهنوريك كل حاجه معانا دلوقتي على الطبيعه من فرع الجليندر سكول اوف هوم. ده طبعا اول طريق وصلنا تحت مركز الرحله. نوريكم الموديلات بتاعه انجلندر، كل الموديلات بتاعتها هوريها لكم دلوقتي، اللي هي موديلات السوست المنفصله، بتبدا اعلى حاجه فيها الهاني مون، تحتها الاقل شويه فيسكو بيدك، تحتها دريمز، تحتها فيكتوريا، تحتها بالميس. هما الخمس موديلات دول، دول الموديلات الوحيده اللي موجوده في شركه انجلندر سوست منفصله. معانا طبعا دلوقتي اعلى موديل في شركه انجلندر اللي هو في لاتكس طبيعي وسوست منفصله وكويس جدا جدا، اللي هو موديل فيسكو، موديل هاني مون. ده يا جماعه شكل الموديل، شكل موديل هاني مون. ارتفاع المرتبه 27 سنتي، طبعا مكون من سوست منفصله، قماش دبل نت قطن 100%، سفنج لاتكس طبيعي وسفنج سوبر سوفت. ده طبعا اعلى موديل واريح موديل في شركه انجلندر اللي هو الهاني مون. بس ده طبعا بيبقى سعره يعني في ال 160 عامل 8200 سعر المصنع، 8200 تمام. بعد كده الموديل اللي بعده على طول، ده شكل طبعا التيكت بتاع الهاني مون اهوت، عشان برضو انتوا عارفين بيبقى جاي لكم من المصنع بالشكل ده كده بالظبط، نفس شكل القماشه ونفس الشكل، ما بتتغيرش نهائي خالص. بعد كده الموديل ده كده برضو شكل اللاتكس اللي بيبقى موجود في الهاني مون اهو، ده الاسفنج اللي هو اللاتكس الطبيعي اللي موجود في الهاني مون تمام. بعد كده الموديل اللي هو الاقل شويه، نفس الارتفاع ونفس الشكل، اسمه فيسكو بيدك، ارتفاعه 27 سم برضو، هو نفس مكونات الهاني مون بالظبط، بس الفرق ان الهاني مون في لاتكس طبيعي، الميموري اللي هو الفيسكو بيدك بيبقى فيه ميموري فوم. طبعا الاسفنج الميموري احنا كلنا عارفين ان هو طري جدا وبيطبع في الجسم ومريح جدا للجسم، مع السوست المنفصله طبعا ده حاجه يعني ايه محترمه قوي ومريح جدا، وبيبقى مرتبه طريه وبتطبع في الجسم مع السوست المنفصله، حاجه تحفه بصراحه. ده شكله يا جماعه، وده كده شكل اللي هو الباركود اهوت اللي بيجي على المرتبه. ده الباركود اهو يا جماعه، بيبقى لازم الباركود ده جاي على المرتبه، فيسكو بيدك مقاس 120 في 200، وده السيريال نمبر بتاعها، وده التيكت بتاعها اهوت، وده شهاده الضمان اللي بيجي لك في المرتبه، بيجي لك من الشركه بالشكل ده كده. اي اختلاف في الشكل بتاع المرتبه غير كده ما تستلمش المرتبه، عشان خاطر هتكون مرتبه مضروبه مش الاصليه. الموديل اللي بعد كده اللي هو اقل من الهاني مون شويه، اللي هو موديل دريمز. موديل دريمز هو ده شكل المرتبه، ارتفاع المرتبه 25 سنتي، سفنج سوبر سوفت، وجه قطن، دي برده سوست منفصله، دي برده يعني كويسه جدا لو انت مش هتقدر تاخد الفيسكو مثلا، عشان سعرها يعني الفيسكو بيدك في ال 160 سعرها 6280، في الدريمز هنا عامله 5190. ده برضو موديل محترم قوي كويس، وسوست منفصله زي ما انتم شايفين، لو احنا قعدنا عليه كده تلاقي الجنب اللي هو جنبك ملوش اي علاقه بالحته اللي انت قاعد فيها، فدي الميزه اللي هو السوست المنفصله بتقدمها لك، اللي لو حد نايم جنبك وتحرك انت ما بتحسش بيه ولا بيعمل لك اي ازعاج. مع كمان في السوست المنفصله في ميزه ثانيه، اللي هي الجنب بتاع المرتبه من هنا، ده برضو حاجة الناس كلها بتحبها، ان هو يكون متقفل نفس شكل وش المرتبة. ده موجود برضو، المواصفات دي موجودة في اللي هي السوست المنفصلة. الموديل اللي بعد كده يا جماعة نفسه برضو السوست منفصلة، اسمه فيكتوريا. ده شكل الموديل اهو، ارتفاعه برضو 26 سنتي، طبعا طري جدا، والسوست المنفصله اصلا يا جماعه مريحه جدا في النوم، يعني دي صحيه وطبيه، عشان بتاخد شكل الجسم فبتدي راحه كويسه قوي للعمود الفقري، وبتبقى حاجه يعني تريحك، ما تعملكش مشاكل صحيه، ولو بعد 20 سنه نايم عليها ما يحصلش فيها اي مشاكل ولا اي حاجه. موديل فيكتوريا ده برضو نفس الدريمز، بس مش موجود في قطن، وبرضو بيبقى مكتوب عليه الموديل هنا اهوت، بيبقى موجود في فايبر، ارتفاع المرتبه 25 سنتي، سعر المرتبه ال 160 فيه عامله 3800 جنيه. ده كده الاربع موديلات اللي هم يمشوا معاك في السراير، اللي هي مقاس 160 170 180 مقاسات الكبيره او الاطفال زي ما حضرتك عايز. في موديل بقى تاني كويس قوي برده الشركه عاملاه، اللي هو موديل مارفي.
موديل مارف ده يا جماعه اللي هو بالشكل ده كده، موديل مارف اهو ده برده السوست منفصله بس ارتفاع المرتبه 20 سم. ارتفاع المرتبه 20 ده معمول ليه؟ ده معمول عشان خاطر لو حد عنده مثلا كابوتوني في السرير او اي حاجه عامله حيز للمرتبه صغير، فده يبقى موجود الارتفاع عشان ما تاخدش مراتب مثلا هي الناشفه الطبيه. فده انت بتحتاجه لا اما للاطفال عادي لا اما للكبير لو انت عندك جزء بس صغير تحت شباك السرير وعايز تاخد حاجه ما تكونش برده ناشفه، تاخد بقى اللي هو السوست المنفصله ده برده ارتفاعه 20 سم وسوست منفصله وفي قطن. ده كده الخمس موديلات اللي احنا شرحناهم بتوع انجلندر اللي هي السوست منفصله. هنخش بقى معاكم على السوست اللي هي المتصله. معانا طبعا اعلى موديل في انجلندر في السوست المتصله، الموديل اللي هو برده اكثر مبيعا وكويس والناس كلها بترتاح عليه، اللي هو كارس بيلي توب. كلمه بيلي توب دي يا جماعه ده اللي هو الجزء ده، الجزء ده كده هو اللي اسمه بيلي توب. اي حاجه فيها كلمه بيلي توب جنب الاسم تعرف ان هي بتبقى فيها طبقه منفصله، طبقه تطريه منفصله عن المرتبه. ايه هي بقى مكونات اللي هي الكارس؟ الكارس ده طبعا سوست شاسيه من السوست المتصله، يعني مش منفصل، شاسيه متصل. ارتفاع المرتبه 29 سم، بيبقى عباره عن اسفنج سوبر سوفت وطبقتين قطن وطبقه ريبوند طبي. يعني نركز في النقطه دي، في طبقه ريبوند طبي. ايه هو الريبوند الطبي؟ اللي هو الاسفنج المضغوط ضغط 85%، اللي هو بيبقى موجود منه من غير سوست بس بيبقى ناشف. هم هنا بقى حاطينه على السوست عشان يديك الميزه بتاع الطبي وفي نفس الوقت ما يبقاش ايه، ما يبقاش ناشف موجود فيه. وطبعا متاح موجود فيه كمان طبقات تطريه اللي هم زي ما انتم شايفين كده ارتفاع المرتبه. وطبعا المرتبه دي بتشتغل على الوشين، يعني الوجه اللي فوق نفس الوجه اللي تحت، فيه برده طبقه بلوتوب تحت وطبقه ريبوند وطبقه قطن وكل حاجه. ارتفاعه 29 سم، سعره في ال 160 4040. بعد كده الموديل اللي هو بعده على طول اللي هو موديل كارس بيلي توب. موديل كارس بيلي توب ده شكله، ده شكل المرتبه يا جماعه، بتبقى بالشكل ده كده. ارتفاع المرتبه 27 سم، هي نفس الكارس بيلي توب بس ما فيهاش طبقات التطريه، وسعرها في ال 160 3450. مكونه برده من سفنج سوبر سوفت وروبوند طبي وطبقه قطن بس ما فيهاش اللي ناقصه عن ديت اللي هي طبقتين التطريه. تمام، سعرها في ال 160 3450. بعد كده موديل اللي هو برده كويس جدا وشغال قوي في الاطفال كويس وموديل كويس جدا وسعره كويس، اللي هو الليدي، ليدي انجلندر. الليدي انجلندر ده ارتفاع المرتبه الكلي 25 سم، موجود فيه سوبر سوفت سفنج سوبر سوفت ووشين قطن، والقماش طبعا بتاعه دبل نت قماش قطن 100%، ارتفاعه 25 سم، وبيشتغل برده للمقاسات الكبيره عادي. سعره في ال 160 3130 وفي الاطفال 2350. ده كويس جدا يا جماعه برده. بعد كده الموديل اللي هو السيزونال اكسترا، ارتفاعه 30 سم، موجود فيه وجه قطن ووجه فايبر، يعني وجه صيفي ووجه شتوي، وفي طبقه اسفنج سوبر سوفت، طبقتين اسفنج يعني من الوجهين، الوجهين بتاعه بيشتغلوا عادي. ده سعره في ال 160 3300، وبرده من الموديلات المميزه، وفي منه نفس الموديل كده سيزونال بس بارتفاعه 25 سم. الموديل اللي بعد كده اللي هو سوبر كلاسيك، ده برده من الموديلات المميزه او اللي هي سعرها كويس في الشركه. سعرها في ال 160 3050 وفي ال 120 2290، وموجود منه ارتفاع برضه نفس الموديل بس اسمه كلاسيك بس مش سوبر كلاسيك، 25 سم. ده بيبقى برضه الناس بتاخده في الاطفال عامل 2050. كده احنا شرحنا لكم كل الموديلات تاني بشكل واضح شويه عشان خاطر انتوا تخلوا بالكم، ولو بتشتري مرتبه تخش على الفيديو تعرف انت عايز تحدد انت عايز تشتري ايه من قبل ما تنزل من بيتك، عشان طبعا نريحكم ونوفر عليكم المجهود والتعب. تابعونا بشكل مستمر ودعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا.